أخبار اليوم. احنا عندنا التعليم الفني بينقسم إلى 4 أنواع رئيسية، اللي هو التعليم الفني الصناعي والفن الزراعي والفن التجاري والفن الفندقي. عندنا نظام 3 سنوات، نظام 5 سنوات. طبعا في تخصصات كتير بتتكرر في نظام 3 سنوات و5 سنوات، لكن طبعا عدد التخصصات اكتر من احنا نحصيها دلوقتي في رقم، يعني بنتكلم في 60-70 تخصص. ما عندناش قواعد محدده تضبط اداء المنظومه. ومن اهم المشاكل التعليم الفني اللي بتتطلب انه يكون في منظومه، انه عندنا جهات كتير بتقدم خدمه التعليم الفني في المجتمع. لكن احنا في مصر طبعا مش بس التربيه والتعليم، التربيه والتعليم هي بتقدم هي الجزء الاكبر من 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 خدمه التعليم الفني في مصر. احنا تقريبا عندنا طلابنا حوالي 2 مليون طالب، معظمهم او 90% منهم منخرط في مدارس 3 سنوات، وال 5% في مدارس 5 سنوات، ثم 5% من كل طلاب التعليم الفني في خارج منظومه الوزاره، سواء كان في التعليم العالي او في الكفاءه الانتاجيه في وزاره الصناعه وكده، في بعض المراكز وزاره الاسكان والصرف المياه والشرب عند بعض المدارس، وزارات اخرى يعني. فلكن فالوزاره التربيه والتعليم تقريبا هي معنيه بحوالي 90% من حجم مشكله التعليم الفني في مصر. وبالتالي طبعا لو هنتكلم على التحديات اللي خلينا نقول التحديات اللي بتقابل منظومة التعليم الفني في مصر، هي تحديات على مستوى المدرسة نفسها، تجهيزها سواء كانت بنية تحتية أو معامل وورش وتجهيزات. عندنا يعني لأن المفارقة العجيبة إنه عدد طلاب التعليم الفني بيقلوا عن سنويا، بقى لنا كام سنة بيقلوا لأسباب كتيرة هنتكلم فيها يمكن. لكن الأعداد الحالية للمدارس هو كافي من حيث نسبة عدد الطلاب للفصل في الفصل، وكمان من عدد المدرسين للطلبة. فمن الناحية دي بالأعداد أفضل كثيرا من التعليم العام بصفة عامة. لكن طبعا احنا سبق المشاكل بقى، احنا قلنا المدرسة فقط وتجهيزها وكده، لكن عندنا مشاكل في تدريب المعلمين والمدرسين، محتاجين ندرب المدرسين كويس قوي، مش بس في التدريب التربوي، لان عايزين ندربهم تدريب عملي في الصناعه. الى جانب كمان بقى عندنا العلاقه بين الصناعه وبين المؤسسات التعليم الفني، هي علاقه تقريبا مش موجوده قوي يعني. الطلاب اللي بيتاح لهم فرصه التدريب العملي في الصناعه حوالي 1.5% فقط من عدد الطلاب. نعم، وده عندنا مشكله هنا كبيره جدا، لكن دي طبعا شغالين عليها دلوقتي عشان نحيي هذه العلاقه ونعيد تأطير العلاقه بين الصناعه وبين مؤسسات التعليم، عشان نضمن ان في فرصه تدريب حقيقي في الصناعه. هو ده اللي بتكلم فيه، انه وده يمكن مرتبط بالضلع الرابع في منظومه تطوير التعليم الفني، ان هو المناهج الدراسيه وطريقه التدريس وطريقه التدريب وكده. دي احنا دلوقتي بنعمل فيها تقريبا انتقال سميه تاريخي، يعني في ان احنا بنتحول من انه نظام التعليم الفني يبقى نظام قائم على انه الوزاره بتورد ناس لمجتمع الاعمال، الى انه يبقى نظام قائم على طلب من رجال الاعمال سواء كان كما او كيف. يعني رجال الاعمال والصناعه تقول لنا هي عاوزه كام واحد ومهاراتهم ايه، واحنا ده دورنا بقى ان احنا نحول هذا الكلام، هذه المهارات لبرنامج تدريبي وتعليمي، ثم نزود هذه الصناعه بعد الولاد دول والبنات ما يتخرجوا بالاعداد اللي هم عاوزينها، وهم كمان اللي يختبروا هؤلاء الاولاد ويقولوا لنا هم بالفعل اكتسبوا المهارات اللي هم طالبينها ولا لا. بالتالي الدايره تقفل، يبقى احنا ربطنا كده التعليم بالصناعه. بنسمع كتير على انه المشروعات الصناعيه الجديده والمحور التنسويس والحاجات دي كلها محتاجه اعمال، لكن احنا ما عندناش تفاصيل من حيث قد ايه الاعداد المطلوبه، ولا قد ايه التخصصات المطلوبه، ولا قد ايه، ولا امتى عاوزينها. يعني هل عاوزينها بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3، على قد بعد قد ايه، وباعداد شكلها ايه، وبمهارات شكلها ايه.
لازم كل هذا الكلام نقعد نتفق معاه عليه مع الجهات الطالبه، سواء كانت مستثمرين، رجال اعمال، مصانع قائمه او هتنشا، لابد نقعد على بعض مع بعض على ترابيزه واحده ونتفق على كل هذه الاشياء كما وكيفا وتوقيتا، واحنا تبقى مسؤوليتنا احنا كوزاره مع بالتعاون مع نفس الناس الجهات الطالبه ان احنا نحقق طلباتهم وندرب لهم العماله المطلوبه.